السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الدرس البسيط جدا المفيد كذلك في تغيير الماك أدرس الخاصة بالحاسوب. ما هو الماك أدرس؟ الماك أدرس هو عنوان فيزيائي، كما لديك الاي بي مثلا كالاي بي أدرس، فلدينا كذلك الماك أدرس وهو عنوان فيزيائي يكون في بطاقة الشبكة. هناك بعض المواقع التي يعني بعض البرامج التي تحظر استخدامها أو تحظر بعض الأشخاص من استعمالها عن طريق الماك، كما يتم كذلك تعقب بعض الأشخاص عن طريق الماك. إذا بطبيعة الحال ما دمت أنك ستشاهد هذه الحلقة إلا وأنك تعرف ما هو الماك. إذا لكي نقوم بتغيير الماك بكل بساطة، نشاهد قبل ثم نشاهد بعد. إذا قبل سأكتب ipconfig أو ipconfig/all، ثم نتابع الماك أدرس الخاصة بهذا الحاسوب أو بهذه الكارت الشبكة. إذا كما تلاحظ معي wireless LAN adapter physical address هي الماك، إذا هذه هي الفيزيكال أدرس الخاصة بكارت الشبكة. إذا إذا ما حاولنا عفوا إذا ما حاولنا إذا واحد جيد، إذا هذه هي الأدرس الخاصة بكارت الشبكة. إذا لتغييرها فعلى سبيل المثال أنا سأختار F8 على سبيل المثال. إذا أنا غيرت فقط F8، الآن سأقوم بنسخ الكود بطبيعة الحال أو نسخ العنوان بدون نقطتين بدون عارضة. أمر مباشرة إلى إعدادات الشبكة Change Adapter Setting، أختار الكارت الشبكة التي أود تغيير الماك أدرس بها، طبعا الكارت التي أنا متصل بها مع الإنترنت. أختار Properties، ثم أذهب إلى Configure، أذهب إلى Advanced، وهنا ستجد عدة أسماء. يمكن أن تجد Physical Address كما هي مكتوبة هنا Physical Address، يمكن أن تجد Mac Address، ويمكن أن تجد كذلك هذه الكلمة أو هذه الجملة locally administrated، يعني كلاهما أو كلهم يعنون أو نعني بهم الماك أدرس. إذا تختار value، يجب عليك أن تنقر وتختار value، ثم سأنسخ فقط يعني الماك أدرس الجديدة والمختلفة تماما عن الماك أدرس المتواجدة في الويرلس لان. سأختار أوكي، ثم بطبيعة الحال سيتم قطع الإنترنت ثم إعادة تفعيل الكارت. جيد، إذا نرجع ونؤكد Physical Address هي 70F1A1ACCDE1 كما تلاحظ معي. إذا الآن بعد التغيير وسنختار IP أو ipconfig/all ونرجع مرة أخرى ونشاهد. إذا نذهب إلى Wireless LAN Adapter، لاحظ معي 72F1A1ACCD و F8، الرقم الذي غيرنا هنا أو الكاركتر F8. إذا وهكذا تستطيع تغيير الماك أدرس الخاصة بحاسوبك بكل بساطة. طريقة تعمل على جميع أنظمة التشغيل سواء ويندوز 7 ويندوز 8 أو ويك إكس بي فيستا، كما قمت به على الواي فاي يمكنك كذلك فقط يعني الذهاب إلى أي كارت شبكة تتوفر عليها، تختار نفس الخطوات التي قمت بها، ثم يمكنك تغيير الماك أدرس بكل بساطة وببساطة شديدة. فقط لكي لا يعني لا أودعكم دون أن أشير كذلك، لاحظ معي هناك كذلك نيتورك أدرس، فهناك عدة تسميات كما تلاحظ معي للماك أدرس، ففقط أنت ابحث عن شيء اسمه أدرس أينما تتواجد أدرس يعني، ونفس الأوبشن يعني value not present، فكن متأكد أنك في المكان الصحيح. لما قال إلى أن أودعكم وأشكركم على مشاهدة هذه الحلقة أو هذا الدرس فقط البسيط جدا، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.